كابتن مصطفى، باك ليفت يعني. ما انا لسه جاي لك. هو كابتن مصطفى، الهفوه اللي حصلت في الهدف بتاع الوداد من مين؟ من علي معلول. علي معلول، علي معلول اللاعب الدولي يا محمد، اللاعب اللي لعب كاس عالم يا محمد، فده وارد في كره القدم يا كابتن مصطفى، ده وارد. طب هل معقول؟ وارد. طب استنى كمل. وانا شخصيا يا ما غلطت غلطات كارثيه في كره الجزاء. دي غلطه بقول لك يا ابو حميد دي مضيعها. هو لما علي معلول، استنى بس، فحته ان يبقى في هفوات عند اللعيبه، ما هي الاجوان بتيجي من ايه يا كابتن مصطفى؟ من الغلطات. لكن هو لما انت تغلط تيجي جون، امال اللي جنبك بيعمل ايه؟ اللي في ظهرك بيعمل ايه؟ اللي قدامك بيعمل ايه؟ الباك العكس بيعمل ايه؟ انا معاك يا كابتن مصطفى، انت بتلعب جنبي. الجول اللي جه فينا، الجول اللي جه فينا، انا اشوف ان هو مش علي معلول الوحيد اللي كان كله دفاعيه كلها. يعني انت بتتكلم في ياسر ابراهيم، بتتكلم في عم منعم. يعني عم منعم لما الراجل هوش كده وراح انت يا ياسر. لا بس برضه هي خدمت. ما انا اقول لحضرتك حاجه كابتن مصطفى، كابتن مصطفى انا بس هكمل خدمت. هكمل بس كباك. وطبعا انت استاذنا. انا بكلمك في حته ايه، ان علي معلول لما غلط كان ممكن عم منعم يصلح، لما عم منعم غلط كان ممكن ياسر ابراهيم يصلح. فبالتالي النهارده انت بتتكلم في ثلاثه، المفروض ان هم النهارده هم كلهم في المنتخب. يعني ياسر ابراهيم في المنتخب، اختير النهارده في الاختيارات او امبارح، عم منعم في المنتخب، علي معلول طبعا حدث ولا حرج. فانت بتتكلم على لا، ومحمد هاني في المنتخب وهاني، بس انا بكلمك في الحته اللي كانت منها الهدف. يعني النهارده انت بتتكلم في ثلاثه، طيب المفروض ان هم ما يغلطوش الغلطه دي. طب انت بنتكلم عشان جت جود ثانيه واحده. بص بسرعه عشان معايا التليفونات والناس بتاعت العرضه معانا على التليفون. طب ليه ما بتتكلمش على المفروض اللي طلعوا مصطفى شوبير؟ ما هو ده ثلاث اربع فرص. ناخد بدر من الاقصر. اتفضل يا استاذ بدر. معلش اتاخرنا عليكم على التليفونات وانتم قعدتوا فتره طويله، انا اسف.